بلا شك نحن سعداء جدا بهذه الزيارة التي تعبر عن ثقة كان ولا يزال وسيبقى إن شاء الله مجمع بلاط يحظى بها. نحن شركة متشبعة بقيمنا الوطنية، نتطلع دائما إلى غد أفضل. أثبتنا تواجدنا منذ أكثر من 50 سنة، لازلنا متواجدين في السوق الجزائرية احتراما وتقديرا وتجاوبا مع مختلف أذواق المستهلك الجزائري. فخورون أننا أن نكون جزء من سلوك المستهلك الجزائري، أن نوفر الأفضل والأحسن دائما. مجمع بلاط يمضي قدما نحو تواجد في أسواق إفريقية عديدة، وما هذه الزيارة إلا دليل آخر على قدرتنا كمنتج جزائري يتمتع بمعايير وطنية ودولية تخضع لمختلف القياسات والمواصفات. نعتقد أن هذا النهج، هذه الرؤية، هذه الإرادة السياسية المتوفرة اليوم في الجزائر والتي تطمح أن تعيد للبلد بريقه ومكانته التي يستحقها عن جدارة، عمقنا الإفريقي كان ولا يزال ركنا ركينا في هويتنا الجزائرية. لسنا أقل من أحد، نتطلع أن نتعاون مع أشقائنا الأفارقة، ولما لا أن نكون وأن نغدو ركنا ركينا في واقع اقتصادي يليق بالقارة السمراء، يليق بمقوماتها ومقدراتها مادية كانت أو بشرية.